إن شاء الله تكون كل الناس مجهزة خطط ممتعة جدا ليهم في أجازاتهم. خلينا دلوقتي نروح لدينا عشان نتعرف معاها على آخر أخبار الطقس والعملات وأسعار الذهب، ونعرف هي خطتها إيه في الأجازة. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا منى، صباح الخير يا أحمد، صباح الخير والسعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. خططك في الأجازة بتبقى عاملة إزاي يا دينا؟ يعني فعلا زي ما يمكن كلكم كنتوا بتقولوا ان احنا زمان واحنا صغيرين ما كانش بيبقى عندنا خطط في الاجازه. يعني انا بالنسبه لي ما كانش عندي خطه في الاجازه خالص، ما بصدق خلاص الدراسه وبناخد الكام شهر دول راحه شويه علشان نبدا مره ثانيه نستعيد يعني طاقتنا للدراسه. لكن دلوقتي لما كبرت برتاح في الاجازه. دي الخطه راحه يعني. دي اهم حاجه، ما احنا شغالين بنشتغل كتير جدا، لما بتاخد بقى شهر اجازه او سوري اسبوع اجازه في الصيف خلاص بتبقى عايز ترتاح، ويا اما بتسافر. كلمه الحق طلعت يا دينا، انت تقريبا بتاخدي شهر اجازه دلوقتي. ولا هي نفسها شهر وتاخدي اجازه شهر. المشاهدين اكتر ناس عارفين ما بتاخدش شهر اجازه. اتفضلي يا دينا قولي لنا التفاصيل. فعلا يعني احنا كنا زمان اجازتنا ما كناش بنعمل فيها حاجه كبيره خاصه واحنا صغيرين، لكن انا بكون سعيده دلوقتي قوي بشباب اليومين دول، بيبقى عندهم اهداف وخطط فعلا واضعينها. لما بقعد معاهم واسمع كده ان هو مجهز هياخد كورس فين، هيتدرب فين، ولو شباب صغير كمان بيقول لك ممكن اشتغل في سوبر ماركت، ممكن اساعد اي حاجه اعملها بحيث ان انا ما اضيعش وقتي، مع ان الاجازه ما بقتش كبيره زي ما احنا كنا بناخدها زمان واحنا صغيرين، لكن بيحاولوا بكل طرق ان هم يستثمروا في وقتهم، وده شباب الجمهوريه الجديده.